تمام، ألف جميلة. هو ممكن نبدأ نتكلم مع الناس اللي موجودة والباقي يدخل علينا. طيب، مساء الفل. يعني أنا مبسوط إن أنا معاك، ومبسوط إن أنا بتكلم عن يعني نتكلم عن جلسة عن التغيير المناخي. أنا موجود النهاردة بصفتي سفير لمبادرة شباب بلد. شباب بلد هي النسخة المصرية من المبادرة العالمية للأمم المتحدة، وهي Generation Unlimited. واحنا باختصار بنحاول نقدم كل ما في ايدينا مساعده للشباب بلدنا، ان احنا نديهم قدرات عشان يكونوا قادرين يدخلوا سوق العمل وقادرين يدخلوا ان هم يشتغلوا. والمبادره دي بتتم تحت مفهوم التعلم من اجل الكسب. التغيير المناخي قضيه العالم كله بيتكلم عليها، وبنسمع الناس كلها بتتكلم عليها، العالم كله بشكل كبير بيتكلم عليها، لان هي قضيه مهمه جدا للعالم بتاعنا و خطر جدا على العالم بتاعنا. القضيه دي بتمس الشباب بشكل كبير، لان بكل بساطه احنا الشباب، يعني احنا اللي وارثين الكوكب اللي احنا عايشين عليه ده في المستقبل. فاي حاجه بتسبب او بتعمل خطوره على الكوكب اللي احنا عايشين عليه اكيد هتبقى خطر علينا اكبر في المستقبل لو فضلت تتفاقم المشكله دي. فالنهارده هنحاول نعرف اكتر عن احد جوانب التغيير المناخي، وهي بتكون من المخلفات، وازاي المخلفات دي بتسبب الاحتباس الحراري والتغيير المناخي. فبرحب بيك يا محمد كمال، وهنسأله أسئلتنا عن التغيير المناخي، وهنحاول نفهم منه الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. بس فأهلا بيك يا محمد. أهلا بك يا أحمد. وأول سؤال عايز أسأله لك، أول سؤال خالص، إيه هي المخلفات الصلبة؟ تمام. المخلفات هو مصطلح علمي. المصطلح العلمي بيشمل حاجة زي القمامة، الزبالة، دي مصطلحات عامة بنستخدمها. المخلفات هو مصطلح علمي. المخلفات هو أي شيء لشخص أو لمجتمع، لا المجتمع ده حدد إن الشيء ده ملوش قيمة خلاص، يعني إحنا حددنا إن ده شيء ملوش قيمة، فيجب التعامل معاه بشكل ان انا بتخلص منه. في مصطلح تاني اسمه النفايات. النفايات هو مصطلح بيتم استخدامه مختلف عن المخلفات، لانه شيء مش هيفيد حد تاني. يعني ان المخلف ممكن محمد ما يستفيدش منه، بس لما هيتخلص منه احمد يستفيد منه. النفايات هو شيء يجب التخلص منه وبينتهي على كده. فده عادة النص الرسمي اللي بنستخدمه. النص بقى اللي هو العامي بيقول كلمة القمامة. فالمخلف هو شيء انا استخدمته وعايز اتخلص منه، ولازم اتخلص منه بشكل نهائي، يعني يا اما نهائي او حد يستفيد منه او يتعمل له اعاده تدوير. فالمخلف او النفايات هو الشيء اللي بتخلص منه مره واحده. يعني انا مخلفات النفايات الخطره، بنقول النفايات الخطره، بنقول المخلفات البلديه، المخلفات العضويه. ليه؟ لان المخلفات البلديه ممكن يتعاد تدويرها قبل ما يتم التخلص منها بشكل نهائي. تمام. فاحنا عشان الناس بتتكلم، احنا مثلا مخلفات بنتكلم عن حاجه زي البلاستيك، بنتكلم عن حاجات زي الورق، عن اي حاجه بنرميها. مظبوط. تمام. طيب تقدر تشرح لنا ايه المقصود باداره المخلفات الصلبه؟ حلو. مصطلح إدارة المخلفات الصلبة هو مصطلح بيشمل المنظومة المتكاملة للتعامل مع المخلفات. المنظومة المتكاملة، هنخلينا في السياق بتاع مصر، لو بنتكلم في نطاق مصر، المنظومة المتكاملة بيكون فيها القطاع الرسمي، وفيها القطاع الغير رسمي، فيها المجتمع، وفيها القطاع الخاص، في يعني اصحاب، وفي جهات مختلفه بتشتغل في القطاع ده. والهدف في الاخر، ان في البدايه خالص في توليد للمخلف، وده بيبدا مثلا من البيوت، من المحلات، من الاكشاك، من المصانع، وفي عمليه جمع، وفي عمليه تخلص لغايه ما يوصل للنقطه النهائيه للتخلص من المخلفات. فمصطلح اداره المخلفات الصلبه هو مصطلح بيشمل ان المخلف بيبدا رحلته من عمليه توليد لغايه عمليه تخلص في الاخر خالص. فده المصطلح اللي احنا دايما بنستخدمه، هو مجال إدارة المخلفات الصلبة بشكل عام. مفهوم. طيب أنا كنت سمعت عن التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، ايوه بس الحقيقة مش فاهم قوي إيه التسلسل، يعني أحب أفهم منك، وأحب برضو الناس تفهم معانا إيه المقصود بالتسلسل الهرمي. تمام. ده هو عامة ده سؤال مهم جدا في علم المخلفات، او في مجال المخلفات بشكل عام. بنشتغل على منظوم التسلسل الهرمي للمخلفات، اللي هو بيبدا من فوق خالص. بيكون عندنا في البدايه بنبدا بتجنب توليد المخلف. يعني انا لو في شيء انا ممكن ما استخدموش او يبقى ليه بديل ما يطلعش منه مخلف اساسا، ده بيبقى بالنسبه لي افضل شيء. بعد كده بنزل درجه وبيبقى عندي ان انا اعمل اعاده استخدام،
قبل اعداد التدوير، اعداد استخدام. مثلا بنجيب برطمان عندي في البيت استخدمته واشتريته، بدل ما ارميه استخدمه لحاجه تانيه، اخزن فيه حاجات تانيه. تمام. الدرجه اللي بعدها اعاده التدوير، ان انا المواد اللي استخدمتها او الموارد اللي استخدمتها لان انا اصنع الماده دي، اعيد اعمل لها اعاده تدوير، استخدم الماده تاني، مش نفس الشيء اللي صنع. لا، انا هجيب الشيء اللي صنع ده، اكسر الماده بتاعته مثلا لو خشب لو ورق لو بلاستيك، واعمل اعاده تدوير. حلو. بعد كده عندي استرداد او الاسترجاع، اللي هو ان انا ممكن بدل ما اعمل برودكت او اعمل حاجه او اطلع حاجه جديده من الماده دي، انا اطلع منها الطاقه بتاعتها نفسها، ان في طاقه استخدمت عشان اطلع بالماده دي، فانا ممكن اعمل عمليه استرجاع للطاقه. في الاخر خالص، وهو بيبقى دايما لونه احمر، انا عندي التخلص النهائي والمعالجه. المعالجه ان انا بتخلص من اي ملوثات من المخلف بتاعي، والتخلص النهائي هو ان انا بعد كده بدفن بقى المخلف بتاعي في التربه عشان يتعمل عمليه، او بدفنه في التربه كتخلص نهائي من المخلف نفسه. تمام. فده التسلسل الهرمي بشكل من اوله لاخره. التسلسل الهرمي ده بنمشي عليه في المنظومه بتاعتنا، او مش بس في منظومه اداره المخلفات، هو كمان المفروض نتبناه كاشخاص، ان انا ابدا افكر هل انا الاشياء اللي بشتريها دي انا فعلا محتاجها ولا لا. يعني المفروض ان التسلسل الهرمي ده احنا نبدا نحاول، هو مش سهل، هو صعب جدا، نطبقه على حياتي اليوميه. بس احنا يعني انا وانا بسمع منك كده، احنا بشكل كبير كمصريين، انا اول ليفل انت بتتكلم عليه ده انا شايفه تقريبا على البلد كلها، يعني ان انا اعيد استخدام الحاجات اللي عندي، سواء كان عندي كيس ببتدي استخدمه، كياس اللي بنجيبها من اي محل سوبر ماركت، دي في البيوت المصريه كلها بتستخدم بقى للابد، كيس بتحط فيه الاكل، كيس بتحط فيه السندوتشات للناس، بنستخدم الكلام ده، البرطمانات دي طبعا حاجه اساسيه ان احنا نستخدمها، فانا دي بشوفها كتير، انما المستويات اللي بعد كده دي اللي محتاجه شغل، بالذات الدفن والكلام، ان هو الحاجات دي تتحلل، هي دي اللي محتاجه شغل. ماشي، مظبوط. طيب ممكن تفهمني ايه المفهوم بالاقتصاد الدائري؟ حلو. الاقتصاد الدائري ده مصطلح، لو بالانجليزي السيركل ايكونومي. تمام. الاقتصاد الدائري ده مصطلح بنستخدمه ان الاقتصاد بتاع البلد نفسها او مجتمع، احنا مش لازم نتكلم دايما في نطاق البلد، ممكن نتكلم في نطاق مجتمع. اقتصاد المجتمع نفسه يكون بيستخدم الموارد، يعني الموارد اللي بيستخدمها ما بيتمش التخلص منها بشكل، يعني لو انا استخدمت، انا بحاول ادي مثال، هدي مثال مثلا لكاوتش. حلو. الكاوتش بتاعي لو انا استخدمته او صنعته للعربيه واستخدمته، حلو، فكده كان في عمليه تصنيع، جبت موارد استخدمتها لتصنيع الكاوتش، بعد كده تم استهلاك الكاوتش نفسه، ففي عمليه الاستهلاك كجزء من الاقتصاد بتاعي، بيتم استهلاك الكاوتش في عمليات، ان الكاوتش لو مثلا حصل فيه مشكله فبروح اصلحه، وبيفضل متكامل معايا لغايه ما بيستهلك تماما. حلو. بعد ما بيتم استهلاك الكاوتش بوصل للنهايه، بتخلص منه. النقطه دي مهمه جدا، انا لو تخلصت من الكاوتش وما استخدمتوش تاني او الموارد بتاعته، فانا كده خسرت، او كده انا خرجت بره المنظومه، فكره الاقتصاد الدائري. حلو. لو انا الكاوتش بتاعي قدرت اعمل له اعاده تدوير او اعاده استخدام، فهو بيرجع في الدوريه بتاعتي. حلو. ففكره الاقتصاد الدائري بمنتهى البساطه ان مفيش موارد استخدمها بتخرج، هي بترجع تاني في الدايره بتاعتي، او الدايره نفسها بترجع في الاخر، اللي بستخدمه في الاول بيرجع معايا تاني وبستخدمه في حاجه من اول وجديد، فان انا ما بهدرش موارد. ده بمنتهى البساطه فكره الاقتصاد الدائري. تمام، يعني ببساطة إن إحنا مفيش حاجة بتخلص، إحنا نستفيد بالحاجة اللي بنجيبها على قد ما نقدر بشكل للإنفينيتي، نقدر نستفيد منها من غير ما يكون في أي حاجة تتساب على جنب إن هي تبقى مضرة لينا. مظبوط. وفي لو قلنا مثلا من مسلسل مين قال، الفكره نفسها مبنيه على جزء من الاقتصاد الدائري، ان شريف بيحاول يشتغل على فكره، يا اما بتعمل اعاده استخدام او بتعمل اعاده تدوير، وده بدل ما الورق او بدل ما المواد دي بتروح كمخلفات بيتعاد تدويرها او بترجع مظبوط تاني في الدوريه بتاعتي. مظبوط مظبوط طبعا. شكرا لاهتمامك بالمسلسل. ماشي، طيب الاقتصاد الدائري ده، يعني انا شايفه هو الاقتصاد الدائري ده برضو احنا بنتكلم على السستينابيليتي او التحفظ البيئي، يعني ايه رأيك في الكلام ده، ان انا لما الحاجة افضل اعيد تدويرها، وافضل قصدي اعيد استخدامها، وما اخليش اي حاجة تلوث عليا البيئة اللي انا عايش فيها، فده برضو بيساهم في ان احنا بنحافظ على البيئة. مظبوط. انا الاقتصاد الدائري هو هيبقى عامل اساسي. هي الفكره دايما لما بنيجي نتكلم في الاقتصاد،
مع الاسف البيئه او المشاكل البيئيه في ناس بتبص لها انها حاجه لوحدها، مع ان البيئه المفروض تكون مدمجه في كل شيء احنا بنشتغل عليه. يعني المفروض الانشطه الاقتصاديه اللي بتحصل في مصر حتى الانشطه الماليه يبقى ليها بعد استدامي او بعد بيئي. استدامه اللي هو ما فيش حاجه بعملها مش جزء من فكر الاقتصاد الدائري. تمام؟ فالاقتصاد الدائري هو ان انا احققه ان انا يكون عندي مفهوم صفر مخلفات او زيرو ويست، هو صعب جدا ومستحيل على ارض الواقع كتطبيق، بس ان انا اتبنى الفكر ده في الاقتصاد بتاعي بيساعدني جدا، بيساعدني جدا ان انا اسهل عمليه الاستدامه في المنظومه بتاعتي او في الاقتصاد بتاعي نفسه. تمام. طيب يا محمد، ده كلام جميل جدا، بس انا برضو مش فاهم ازاي المخلفات دي هتغير لي المناخ. حلو، يعني هو ده ممكن في ناس كتير مش بتوصل الموضوع ده، وده يعني ده دي حاجه مناقشه مهمه جدا نتكلم عنها. المخلفات لما نفكر في المخلف نفسه، مخلف بيتولد من بيت، صح؟ انا بستخدم حاجه وبعد كده بتخلص منها، بعد كده في حد بيجي بياخد المخلف بتاعي وبيوصل لغايه مقلب او مكب زباله او مدخن. حلو، لما بيوصل بقى في الاخر للنقطه النهائيه بتاعته بيجي البكتيريا. تمام، نتكلم مثلا لو مخلف عضوي، احنا في مصر من 55 ل 60% من المخلفات بتاعتنا كلها اكل وحاجات عضويه. المخلف العضوي ده لما بيروح بقى في الاخر خالص بتيجي البكتيريا وبتاكل فيه عشان يتعمل عمليه تحليل. لما البكتيريا بتبدا تاكل في المخلفات بيطلع غاز الميثين. غاز الميثين ده 25 مره اسوأ من غاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون هو الغاز الرئيسي اللي بنستخدمه في موازنه تغير المناخ. حلو، غاز الميثين وثاني اكسيد الكربون برضو للتوضيح هم العوامل الرئيسيه اللي بتلعب في الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري اللي هو بيزود درجه الحراره بتاعه كوكب الارض اللي بينتج عنها مشاكل كتير جدا ليها دعوه بالطقس، بالطقس اللي هو الطقس بتاعنا لكل سنه، وليها مشاكل دعوه بالبيئه، التاثيرات البيئيه اللي حوالينا. فغاز الميثين ده بيطلع من المخلفات، فانا لو ما تعاملتش مع المخلفات بشكل صحي وامن هينتج عن المخلفات بتاعتي كميه وهميه من غاز الميثين. فاحنا في مصر لو بصينا على تقارير وزاره البيئه اللي فاتت هنكتشف ان غاز الميثين او المخلفات ليها دور كبير جدا، مع اننا احنا يعني كبلد مش بيطلع من عندنا انبعاثات كتير، بس بيطلع كميه كبيره من الميثين. ومش مصر بس، دول كتير جدا عندها نفس المشكله دي، ان المخلفات بتاعتها بيطلع منها ميثين. فده بيسلط الضوء على منظومه اداره المخلفات، ان احنا دلوقتي عدم اداره المخلفات بشكل فيه كفاءه عاليه او بشكل سائق بيسبب لنا مشاكل ليها دعوه بتغير المناخ، هو من اسباب تغير المناخ اساسا. طب عندي سؤال دلوقتي، وانت بتتكلم على يعني هل الدفن اللي انت اتكلمت عليه في التسلسل الهرمي اللي هو كان اخر ليفل ان احنا ندفن المخلفات تحت الارض، هل ده شيء كويس نعمله؟ هل ده ما بيخليش الميثين ده يطلع؟ حلو، هو في المفروض المخلفات زي ما احنا قلنا بنمشي بالتسلسل الهرمي. حلو، لو في النهايه المخلف لازم يوصل لمدفن، المدافن المفروض انها تتعمل بشكل متهندس صح، بيبقى فيها يعني فيها طبقات كده مختلفه، والطبقات بتبقى معموله من سمك معين من البلاستيك ومن مواد مختلفه عشان تمنع تسريب الملوثات للارض. ولكن اهم من كده هو بيبقى فيه نوعيه من المواسير موجوده في المدافن نفسها بتمتص الغاز ده، غاز المدافن نفسه او اللي هو اللاند في الجاز بتمتصه عشان ما يخرجش ويعمل لنا مشاكل زي المشاكل اللي يطلع منه الميثين ويأثر على البيئه بتاعتنا ويأثر على تغير المناخ. فالمدافن هو الحل ان انا اتجنب حاجه زي دي. مشكله لو بنتكلم في دول كتير جدا، مش بنتكلم على نطاق مصر بس، ان عاده بتلاقي ان المناطق اللي بتخلص منها من المخلفات بتاعتنا بتكون مقالب، مكبات، مش اماكن متهندسه تحت الارض، ودي ليها عوامل كتير، فده بيسبب ان غاز الميثين يطلع. حلو، فعشان كده احنا محتاجين مدافن اكتر، طبعا محتاجين طرق فيها ابتكار اعلى لان احنا نعيد استخدام المخلفات. ولكن المشكله اللي بنقابلها ان لما بيكون مكب، وهو المكب ما هو الا بيكون يعني دام سايت، يعني المخلفات بتتجمع وبتبقى على شكل هرم كده فوق الارض، ده احنا كده سايبينها للطبيعه، البكتيريا هتيجي هتاكل فيها مش هتتحلل صح، فغاز الميثين هيطلع وده بيسبب لنا مشاكل ليها دعوه بتغير المناخ. اكيد. طب يعني هل الكلام ده معناه ان احنا استهلاكنا الشخصي يأثر على تغيير المناخ؟ احنا بنتكلم على استهلاك الدولة، فده معناه ان استهلاك كل شخص فينا بيأثر على تغيير المناخ حتى لو بنسبة يعني لا تعتبر شيء، بس 1 + 1 + 1 + 1 + 1 هيجيب ال 100 مليون كلهم.
عامة ده حقيقة. بص، هو ده مش موضوع سهل. احنا يعني لو بتكلم بنطاق الشغل عندنا، الناس ما بتحبش تسمع انها عليها مسؤولية، وده حقيقة، لان هو في الحقيقة دور الشخص الواحد قليل جدا. ولكن من منطقة، او نتكلم من ناحية المخلفات الصلبة، ادارة المخلفات الصلبة، لما بنيجي نجمع بيانات عن توليد المخلفات من المنازل، بنلاقي ان في استهلاك عالي جدا لبعض الموارد من البيوت. فبغض النظر عن مصدر الدخل، انا بتكلم من المناطق الريفيه والمناطق الحضريه. لو بنتكلم في المناطق الريفيه، بنلاقي ان في استهلاك عالي للمخلفات العضويه بيطلع من البيوت دي. ومخلفات عضويه بعض منها بيكون ممكن استهلاك، يعني ممكن حاجات ناكلها بس بتطلع كمخلف بغض النظر ايه الاسباب. في المناطق الحضريه بنكتشف ان في موارد كتير، بقى بتلاقي ان المخلف انواع كتير، بقى بتلاقي خشب وبلاستيك وحديد وكل حاجه موجوده. فبتلاقي ان احنا استهلاكنا، نمط استهلاكنا، طريقتنا في استهلاك الموارد هي ليها سبب كبير جدا في مشاكل المخلفات. فمحتاجين نبدا نفكر من الشكل الشخصي بتاعنا، ازاي يكون في كفاءه اعلى في استهلاك الموارد بتاعتي، ازاي اقدر اقلل من المخلفات اللي بتطلع مني بشكل شخصي. حاجه مهمه جدا لازم اقولها، وهي اكياس احاد الاستخدام البلاستيك. مشكله كبيره جدا مع المخلفات، اولا خفيفه، سهله التصنيع، رخيصه جدا، وما بتتحللش، تمام؟ فبمنتهى السهوله بتطير وبيبقى صعب التعامل معاها. ماشي. طب ايه دورنا كافراد؟ يعني احنا بنتكلم على استهلاكنا الشخصي اللي انت كنت لسه بتتكلم عليه. طيب لو يعني لو نسال ايه دوري انا كفرد، يعني دوري كاحمد او دورك كمحمد، لان احنا نعالج المشكله دي. سؤال مهم. بص، هو حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه زي ما انا قلت، محتاجين نبدا نفكر في طريقتنا في استهلاك المواد. حلو. دلوقتي احنا البيئه اللي احنا عايشين فيها، لو اتكلم في نطاق مصر، بيبقى في اعلانات كتير، والاعلانات بتحاول تخليك تشتري منتجات مختلفه، بتروح بتنزل مثلا تشتري حاجه، بتلاقي الناس يعني بيبقى دايما في يعني ان واحد بيحس انه لازم يشتري الحاجه، تمام؟ وده شيء عادي، ده شيء طبيعي. بس نبدا نفكر في طريقتنا في الشراء. يعني لو انا هروح مثلا اشتري من السوبر ماركت، بمنتهى البساطه انا ممكن اخد معايا شنطه قماش بدل ما اخد الكيس البلاستيك اللي هناك. التغييرات البسيطه دي بتفرق مع المدى الطويل، تمام؟ طبعا انا بتكلم بالشخص الشخصي، ده مش هيحل مشاكل بتاعت المخلفات، خلينا صريحين. بس ده بيساعد اولا في التوعيه، التوعيه مهمه جدا، وبيساعد ان احنا نغير في حياتنا الشخصيه. انا ممكن اكتشف ان انا بيبقى عندي كفاءه اعلى شويه، وبلاقي ان انا بقيت حتى ايه بستهلك فلوس اقل لما ببدا ابص في نمط الاشتراك بتاعي. الجزء الثاني ليه دعوه بالتعليم والتوعيه، ان انا ابدا اتابع واتعلم اكتر عن المخلفات الصلبه، عن المشاكل ليها دعوه بتغير المناخ، مشاكل ليها دعوه بالتلوث البيئي، عشان لما يبدا يكون في مبادرات ويبدا يكون في حلول مجتمعيه اقدر اساهم فيها لو انا مهتم، واقدر اتعلم عنها اكتر، تمام؟ حل مشاكل المخلفات هو دور مؤسسي كبير، ده دور ليه دور هيلعب فيه القطاع الرسمي والحكومه، القطاع الخاص والشركات، القطاع الغير رسمي. احنا برضو لينا دور كمجتمع، احنا في الاخر احنا اللي هيتم تطبيق علينا المنظومه نفسها. فلو ما فيش استجابه وما فيش وعي قوي هتبقى مشكله. طيب لو هنتكلم عن الوعي ده او عن الشرح، يعني احنا مثلا فكره بسيطه زي فكره ان احنا نحاول خطوه بخطوه نقلب الاكياس البلاستيك لاكياس قماش مثلا، يعني بدل ما اروح سوبر ماركت واخد اللي انا شاريه ده في كيس بلاستيك اخده في كيس قماش، ونبتدي خطوه خطوه الموضوع ده يبقى على البلد على قد ما نقدر. يعني لو هنتكلم على التوعيه، فاحنا بنوعي اللي بيبيع الاكياس البلاستيك وبنوعي اللي بيشتري الاكياس البلاستيك. فهل دي، يعني انا بفكر كده، هل دي خطوه تفرق بشكل كبير ان احنا ننقل الاكياس البلاستيك دي ان هي تبقى اكياس قماش او اكياس ورق معاد تدويره؟ هل دي طبعا حاجه تفرق طبعا. جامد؟ يعني ممكن اقول لك على حاجه سريعه جدا، مع ان بعض الناس بتشوف ان ده بسيط، ان انا ابدا اقلل من استهلاك لكيس البلاستيك، ولكن في الحقيقه زي ما انت قلت بالظبط، انا لما هبدا اغير في طرقي في التعامل مع الشراء، لو هروح اخد معايا شنطه قماش او انواع تانية من الشنط اللي ممكن اعيد استخدامها كذا مره، الناس هتشوفني بعمل كده، وممكن الناس تبدا تهتم. الناس، انا اهم حاجه ان انا اوصل التوعيه. لما التوعيه تبدا توصل، وده مهم جدا في المناطق الريفيه في مصر، لان المناطق الريفيه في مجتمعات اصغر. فلو المجتمعات بدات تهتم مع بعض، هيغير في نمط الشراء اللي موجود في السوبر ماركت. السوبر ماركت لو شايف الناس ما بتستهلكش اكياس بلاستيك، مش هجيب اكياس بلاستيك. حلو. فده مهم جدا، يعني هو مهم جدا الناس يبقى عندها وعي بالبدائل، البدائل اللي موجوده لاكياس البلاستيك، البدائل اللي موجوده لمنتجات تانيه ومنتجات كتير. تمام. طب يا احمد، اخر سؤال هساله لك، هو مش سؤال قوي يعني، بس انا دلوقتي احنا شغالين مع اليونيسف في مبادره شباب بلد، ومبادره شباب بلد هي ان احنا بنساعد الشباب وبنديهم قدرات على ان هم يدخلوا سوق العمل.
يدخلوا سوق العمل يعني يكسبوا فلوس. فازاي اقدر اربط ما بين اللي انا بعمله في شباب بلد ده وبين اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ يعني اكيد في صله اللي انت بتتكلم عليه ده كله، انا اقدر كشاب اعمل منه دخل او اعمل منه مشروع من الحاجات اللي بتعيد تدويرها، او هنتكلم على الاشياء دي كلها. ازاي ده ممكن يكون بالنسبه لشاب فرصه ان هو غير ان هو بيحافظ على البيئه، هي فرصه ان هو يكون ده مصدر دخل لنفسه كشاب؟ طيب بص، يعني خلينا صريحين، هو لو ما فيش صله بالقيم او قيمه، يكون في قيمه في دوري في التعامل مع البيئه، معظم الشباب مش هتهتم قوي. فعشان البيئه حاليا هي اولا احنا محتاجين نوعي الشباب اكتر عن البيئه وعن اهميه حمايه البيئه عن التغير المناخي، واهميه ان احنا نقلل من المشاكل او نتكيف مع تغير المناخ. في بعد اهم، وهو ان الشباب وبالذات الشباب يبداوا يفكروا في الحلول. يعني انا مثلا انا لقيت كام سؤال من الموجود في اللايف، ناس بتسال على حاجات احنا بنواجهها من مشكله في المخلفات بشكل قوي جدا. البامبرز ده ازمه كبيره جدا، واللي مش لطيف فيه ان بيبقى في كذا ماده بتستخدم فيه. حلو، في سؤال تاني اتسال، لما هتخلص من المخلفات ازاي تخلص منها من غير كيس؟ تمام، في سؤال، في يعني كان في كام سؤال كده. الحاجات دي كلها ممكن تكون افكار شباب تبدا بيها ستارت اب او شركه، توفر بدائل للي موجود في الماركت، توفر بدائل تكون ارخص وبدائل تكون فيها ابتكار اعلى، ما يكونش فيها تاثير يعني سلبي على البيئه. لو بدانا نبص، عندنا افكار زي اعاده التدوير للاحسن او الاب سايكلينج. تمام، الاب سايكلينج ان هو انا باخد حاجه زي كيس البلاستيك وبصنع منها شنطه، حاجه او يعني حاجه هيبقى ليها قيمه اعلى. تمام، دي مع ان في مبادرات في مصر موجوده وافكار بتفكر في كده، ده مجال لسه طبعا كبير جدا محتاجين نبص عليه اكتر. وممكن برضو اشبك هنا تاني من المسلسل، ان دي فكره برضو لطيفه جدا في مينا، انه نفكر في افكار. انا ابدا اول حاجه ابدا بيها اشوف حاجه حواليا، مشكله موجوده حواليا، المشكله اللي موجوده حواليا دي ادور لها على حل. تمام، وابدا والحلول في المخلفات كتير. يعني انت لو قعدت، انت عندك حاجات ليها دعوه بالتسميد، عندك الكومبوست، عندك حاجات ليها بالبايو جاس، نستفيد من المخلفات العضويه، ان احنا عندنا مخلفات عضويه كتير بالذات في المناطق الريفيه في مصر. فنبدا نبص ايه المشاكل الموجوده حواليا، وبناء على ده في حلول كتير ممكن اوفرها، وابدا افكار وابدا شركات، ابدا الشركه بتاعتي تحل مشكله زي دي، توفر لي دخل وتحل مشكله مجتمعيه ليها دعوه بالبيئه او تغير المناخ. بالظبط. انا عايز ارجع لكلامك عن المسلسل، وده ده اللي خلاني اسال السؤال. لان احنا مثلا لو شفنا المسلسل اللي انا بشارك فيه، فاحنا عندنا شخصيه شريف. هو شريف مش الباشن بتاعه مش الاهتمام بالبيئه، اهتمامه اصلا ما كانش ان هو يحافظ على البيئه تماما، هو اهتمامه بيزنس 100%، اهتمامه ان هو يعمل مشروع ستارت اب ينجح فيه كفلوس 100%. انما هو من غير ما يعرف هو بيساهم في اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، عن طريق ان مظبوط، هو بيعيد اعاده تدوير الورق، بيستخدم الورق ده في ان هو يعمل بيه البنش، وبيستخدم كميات مهوله من الورق في كل برودكت بيعمله. هو بالنسبه لشريف هو بيعمل البيزنس بتاعه، بيعمل الدخل بتاعه، بيجيب فلوسه. وبالنسبه لنا احنا كدوله او بالنسبه لنا احنا كبيئه، المشروع ده بيساهم على الحفاظ البيئي. فاحنا برضو لينا دور كبير جدا ان احنا نخاطب الناس بلغتها. يعني انت ما ينفعش تبقى مثلا همك حاجه وانا اجي اكلمك عليها من حته تانيه، بس انا ممكن اكلمك في حاجتك اللي هي في الاول وفي الاخر هتصب للمصلحه العامه. مظبوط. بس يعني يعني مبسوط ان انا اتكلمت معاك، وان شاء الله هو ده اللي نقدر نعمله من خلال مبادره شباب بلد، وان احنا نوعي الشباب، وان احنا نخاطب الشباب بلغتهم وباللي هم بيحبوه. لان اي حد اللي هو بيحبه هيقدر يشتغل فيه وهيعمل فيه اعلى ما عنده، وهي دي اهم حاجه. وفي نفس الوقت نفيد المصلحه العامه لينا ككوكب. تمام، شكرا جدا. تمام، شكرا ليك يا محمد، وانبسطت معاك النهارده، وشكرا وأنا لكل كمان الناس انبسطت اللي جدا، شكرا اتفرجت جدا يا علينا أحمد، وكل الناس اللي شاركت. شكرا ليك شكرا، يا محمد، مع السلامة. مع السلامة.